مستريح كده يا مولايا؟ مستريح قوي، ده انتوا كأنكم مفطرين على قد بالظبط. الله 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 الله. يا عيني يا عيني على الرجاله، ما تستريحش الا وهي مستخبيه في تلاتين. ايه كله تمام؟ كله تمام. رقم الستين قالت وشاله. خليه يتفضل. سيدنا الوزير. مال الوزير؟ سيدنا الوزير يا ظريف. مين عين العواد اللي
وريتك. دعنا يا سيدنا، انا مستعد اقدم نفسي للمحاكمة. مجلوب ولا العجيب مجلوب؟ ليس بيدي والله. دعنا يا سيدنا، دعنا. الصبر، اكيد سيدرك الوالي غيبتنا ويأمر بالبحث عنا. فرصة للبلد تشم ريحة العاد. وضح سافل، لو كنت اعرف كنت عملت 60 صندوق. مالك يا سيدنا؟ صداع، مات ميعاد قهوتي. ومين سمعك يا سيدنا؟ وانا كمان عايز اشرب مية. وانا عايز ادخل التنوسيه. يعني ايه؟ ماذا يقصد هذا الصعلوك؟ انه يريد ان يطر. اياك يا نجار. لكن انا مضطر. اصبر، غدا ياتي الفرج. انا تكون عملتها على روحي، انا اعملها. سخنة سخنة. هذا ليس عدل، كان يجب عليهم ان يدعوا النجار في الدور الاول. هو داعبنا يا اولاد العرب، ضاعت المقامات. في محفوظ في الصندوق الاول. يعني صندوق ايه؟ انا عملت 4 صناديق. انا صندوق. ايوه، المدير صندوق. اخرف. مين بقى في الصندوق الرابع؟ ربما كان فارغا. انا بدي اخد مسكن. بص ولا ايه؟ اسكت يا سيدنا عشان خاطري. انا هعرفك مين في الصندوق الرابع. بس محدش ياخد صوت. انا مش هنعمل صوت خالص خالص. الله يا اخينا يلي ساكن ساكن تحتنا. ترد علينا 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 كلنا. هتقدر تخاف من نفسك؟ نفسك عندنا. ألم أقل لكم إنه فارغ؟ يا جماعة أنا تعبت، أعملها هنا. إيه يا ولد؟ يا نجار يا اللي بتغني، كن لطيفا يا بني وتحملها. مش قادر، أنا بعاني. يا ابني كلنا بنعاني، ده أنا ماسك نفسي مش عايز أطرطش على سيدنا. أموت يضيق يعني. يا ابني كلنا سنموت، ولكن يجب علينا ان نموت بطهارة. طهارة تاني؟ انا الطاهر. ايه؟ ايه؟ اعملها تاني. ساعة ساعة، مرة سخنة ومرة ساعة. بشغل الخلاط يا ابن الكال. ايه ده؟ انت سيدنا الوزير انا. الهلا يا سويت، الحكومة كلها معبودة بالصناديق. خد البرتغالي. ايه في ايه؟
عليكم عيان والازرق تقول لا تقول لا بقول لكم الفنان لسه تقول لي طقم فن الله. امال ايه؟ انا قصدي المشهد الاخير لسه ما اتعملش اللي هو مشهد الوالي. اكذب وانتم كمان عندكم والي؟ طبعا عندنا والي. ايه؟ علشان المورال يوصل اللي هي العظه يعني لازم الوالي يطلع الولاد بتوعه من 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 بوكس. مين؟ اه كمان ده المصدر تيم بتاعي. مصدر مين؟ سوري اللي هو الدور الرئيسي بتاعي اللي هو دور الوالي. فهمت؟ يا بتفهم كده يا معلم فنان؟ الراجل عايز يطلع المسترين بتاعه. ايه؟ انت قلت يا دكتور الناس عمال بيضحك يا شيخ. وبعدين بقى في كلمه البنتين دلوقتي يا جدع. فهمتني؟ تعالى انا افهمك معلم. ايه؟ في سواد. ايه؟ في المشهد ده الوالي بيكشف الفنان. حلو. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بيرفد الولاد بتوعه الفنانين الوحشين. وبعدين؟ بس خلاص الناس بترتاح وبتعيش في تبات والبتاع اللي بيطلع على الشجره ده النبات ويخلفوا صبيان ومزاغيت بنات. يا حلاوه. ما ينفعش يا دكتور. ليه؟ لان الوالي الحمش ما يعملش في اولاده كده. مش فاهم. سوري. الوالي الحمش محدش يقدر يخمه. يخمه؟ ياه. Yeah. ما هي ناقص اصلها. Yeah. يعني ايه خمه دي؟ ياه. Yeah. ابو شبت. ياه. لا والنبي ابوس ايدك. بلاش ابوس ايدك. تعالى يا دكتور. تعالى دي حاجه بسيطه. بص يا دكتور في معجم المصطلحات المسرحيه العنجوريه يخمه يعني يغفه. يا حلاوه. يو اندرستاند؟ اندرستاند؟ عايز تموت. وتكسر العاصمه ده معاكم الفرقه. يخمه يعني يغفه. يغفه. ما انا فهمت الاولانيه لما هتقول لي الثانيه. عايز تعرف يغفه؟ انا هريحك. يعني انا كتبت الفنان. سيبوني اعملها والناس هتستريح. ما انت لو عملتها انت لوحديك اللي هترتاح. الفنان من حقي وانا اللي هعملها. عندي بيت من حقي انا وانا اللي هعملها. لا انا اللي هعملها. انا اللي هعمله. لا هعملها. تصلوا على سيدنا النبي يا جماعه. عليه الصلاه والسلام. انا عندي اقتراح. احنا نجرب النهايتين. ايوه واللي يعجب الناس يبقى هو البريمو. اوكي. دق يا مزيكا. دق يا عم. مولانا الواد انتوا متاكدين يا ولادي من المعلومات اللي انتوا بتقولوها دي؟ كل اللي قلناها حقيقه يا ولادي. يا حسن يا ابني انت بتغامر برقبتك ورقبه اللي معاك علشان متاكد من صحه اللي قلناه. انا هعاقبك عقاب شديد اللهجه لو كنت كذابه. صدعني يا مولاي انا صادقه فيما قلت. يا سلام ما ابدعني. افتح يا ولد الصناديق بنظام اللي فوق في الاول وبعد كده اللي تحت مني. امري مولاي. النتيجه 99.9%. هنا في حريه، هنا في ديمقراطيه، هنا في دوله ميه. يا ابني يا ابني ده النجار. يا نجار؟ اه. نعمل الصناديق يا مولاي. افتح يا ولد الصندوق اللي تحت مني. امري مولاي. ما شاء الله ما شاء الله. عز الله مولانا الوالي وايد حكمه العادل ومنحه الصحه والعافيه. النظام النظام النظام. مدير السجن محبوس في الصناديق. مش عارف اضحك ولا ابكي. اضحك يا مولانا اضحك. ايه الذي وامشي في راسه. اخرس اخرس. انت هنا بتنيل ايه؟ انا كنت بكشف جريمه يا مولانا. موضوع خطر على حياتك يا مولانا. تسمح لي جلالتك. عاوز ايه؟ اقبض على الاثنين دول. ما هو ده جزانا ان انا قلت للوالي عشان يجي يخرجكم من الصناديق بدل ما تموتوا تقوم عاوز تحبسها. شوف يا حسن مش قلت لك نسيب البلد وتهاجر؟ تقول لي رساله ولازم ابلغها. يا واجب وطني يا هاني. آه. يا تروحي فين يا عالم؟ حكوت بارتيه. اخلص يا تاج. جلالة ايه؟ يحرم علينا النوم طول ما الخونة دول عايشين يا مولانا. بس دول جم قصري وما صدرش منهم ايتها حاجة. دول ملاعين يا مولانا. تسمح لي ادي وجبة تجاهك وتجاه المجتمع والناس واخواتي.
حكي تلبس وتاكل وما تقولش اهدان القصر خونا للدين القصر ما تقولش اهدان القصر خونا للدين القصر اتحشم يا مدير وقف ساكت اه بقص يا مدير بقول لك يا معلم من سبحتك يا معلم والله يا ابني ما اعرف احكي بس انا لميتها لميتها ايه؟ بيومي افتح بيومي موت من افلام ده ايه الهم ده؟ افتح يا ابني الصندوق اللي جنب مني امري مولاي اعوذ بالله نجار النجس نقض وضوئي هذا الاسبوع ايه ده كله حتى المحتسب حارس العدل في البلاد ده انت ما حصلتش حارس مرمى هكذا تثبت لنا كل يوم يا مولانا اننا بدونك لا نساوي شيئا ومن لنا سواك يا راعي الحق والعدل ومهما رحنا ومهما جينا انت رحنا ونور عينينا ومهما رحنا ومهما جينا انت رحنا ونور عينينا ظلم بنيا لولاك لولا 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 لأصابنا الهلاك يا مولانا يا ابن ولا ملاك على مر علينا هؤلاء الجبلة لكنك أتيت فارسا شهما لتنقذ رجالك المخلصين فهنيئا لنا بك بطلا عظيما وهنيئا للرعية بك حاكما عادلا عشت ابو سامية شفت النفاق اللي على اصله النفاق استغفر الله طب والله 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 بعقد نهائي ما كرهت في حياتي يا مولاي اكثر من النفاق والمنافقين انت شايف المدير ده صديقي مدير السجن هنا اهلا هو اهو ماشي انت صديقي مدير السجن ايه ده انا من امتى من ربع ساعه يا راجل مش ممكن تقابلوا على المسرح صديقي مدير السجن ازاي كيف صحتك وصحه الاولاد بيسلموا عليك يا ابو ساميه طمنا عليك يا راجل ايه ده انت شارب قهوه وريني كده لسانك قدامك سكه سفر ونقطه سودا ونقطه بيضا بيضه مسلوقه وسميطه وحبه دقه وبدل لك حبه تبقى حبه الحزين بقول لك ايه؟ ايه؟ اكلت الموز اللي انا جبتهولك؟ لا ما انا هبقى اكل من الصباطه. اتحشمني يا دافي منك ليه واقف مكانك ما تتحركش خالص. لا مؤاخذه يا جدو. افتح يا ابني الصندوق اللي جنب مني. امري مولاك. جاي تصيف هنا يا ابن العبيطه؟ طق الشماسي طق الشماسي طق الشماسي يا دافي ده طق الشماسي ده ايه؟ طيبته عايزين نصيف يا مولانا فعلا مصايف يعني بتلم اللهم اجعلنا من اهل مارينا امين هو انتوا كلكم هنا؟ الله اخص عليك اخص حتى وزيري محبوس في الصناديق التاريخ هيقول علينا ايه؟ ولو التاريخ سكت حساب المثلثات هيسكت هيقول ايه؟ يبقى غصه مولانا حساب المثلثات والعربي مسكوا في الاحياء اللي ورا وهم بيضربوا كيميا عز الله مولانا ادي اللي احنا واخدينه منك اطبطب وده ما تقول لي بس طير ديك يا عسل انت بسم الله ما شاء الله لا لا والنبي ما تزعل وشك منور وزي فلكه القمر ايه ده العسل ده اكيد مولانا عمل بنصيحتي وكلم بتنجان القلايب كله على الريق واحد بسم الله ما شاء الله القلايب باين على جبتك ما شاء الله على فكره يا مولاي الوصفه دي واخدها عن جدودي وصفه هايله وصفه جميله جدا احسن من الفياجرا خد مني بتنجان يا ابن المسقعه وحمسك في الصندوق ده برضه ورثته عن جدودك لا والله يا مولاي ما افتكرش ان حد من جدودي الزرع الزرقه السودا دي طب تقدر تفسر لي يا وزير ألف سلامه ألف سلامه لا رجلي نملت من الوقفه كتير الناحيه والحته مليانه نمل كمان ايه ده قتلت
نملة بريئة. بس انت هتبسط مولانا يا سكر. طول يا مولانا يا عسل. تقدر تفسر لي يا وزير اللي انا شايفه ده؟ طبعا يا مولاي اقدر افسر. دي حكاية جميلة. حكاية جميلة جدا. هنحكيها ونتحكى بيها في الليالي الملاح. يا ليالي ملاح يا ليالي ملاح يا ليالي ملاح. ام نفسك يا تافه منك ليه؟ يا ليالي ملاح يا ليالي ملاح. ام نفسك. حلاوة شمسينك ايه؟ ما ترفضوش خالص. شغالين في سيركة قبل ما تيجوا هنا. عندك مانع تحكي لنا دلوقتي او نروش؟ انا ما عنديش مانع يا مولاي، بس لو سمحتي قبل ما احكي. على نفس الوقت لو سمحتي قبل ما امشي اخرج مع القصه حسن دقيقه واحده. ليه؟ في بيني وبينه طار مش هيدالي بال غير لما اديله بالبرطوس. انا ايه مولاي؟ ولد ولد ايه قصدي يا ولد عيب؟ ايه قصدي يا عيب من زهر؟ بس ما تلعبش في الساعه انا لسه ظابطها. يا راجل يا دين اصمت يا ست اصمت اصمت بس بس انت هتلحقك وقتها. ام نفسك يا تافه منك ليه؟ لا مؤاخذه يا مولانا، بس دول جم قصري وحكوا لي حكايتهم وكملوها لي في الطريق وجابوا لي لبهم. انتوا قبضتوا على الشاب ده؟ حصل يا مولانا، قبضنا عليه. وعلشان الست دي تبقى خطيبته إيه؟ انتوا افرجتوا عن مين؟ نعم يا علي خطبته. الله 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 يا اختي. ايوه خطبته. ايوه خطبته. بتعملي لي كده؟ آه. لا انا عايز افهم بقى، مره قالت خطبته ومره قالت ارمله، انا عايز افهم الموضوع بالظبط. تزوير 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 يا مولانا. الست دي قالت ان اخوها وهو برضه قال ان اخوها. كذبت عشان انقذ فيها حاجه دي. كذبتي؟ الكذب حرام ولا ايه؟ طبعا حرام. طبعا الكذب حرام. يدخلك النار والعياذ بالله. لو كذب حرام هم اللي قالوا عشان حرام. طبعا ايوه حرام. طبعا الراجل ده دقنه طلعت امتى؟ الراجل من اول المشهد من جد ده. صح انت خدت بالك؟ اه طبعا. مع اني لسه حالق. يا مولانا يا مشع. ايسمح لي مولاي؟ تفضل. انا لم افعل شيئا يؤخذ علي. لقد كنت اريد الزواج من هذه المرأة على سنة الله ورسوله. بأمر الجواز بالليل وطلاق بالنهار. جواز بالقهر. واين كان القهر؟ لقد عرضت عليها الزواج وقبلت، وكتفي شاهد على ذلك. اطلبوه واسألوه. وهنا يا ابو سامية ما كنتش اقدر اقول لا. لا تقدري تقولي لا. هنا في ديمقراطية. ايوه. هنا في حرية. ايوه. وعشان كده احنا اخترناه. ايوه. طبعا لازم نختاره وما نرضيناش في داهية. وعشان كده احنا ابني بقى ولا ايه؟ ايوه اخترناه. لازم نختاره. يا سيدنا المختار. يا سيدنا عدل انت. يا سيدنا المختار. ما كنتش اقدر اقولها يا مولاي. ولما تطلع الاجابه نعم 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 يبقى هو ده صاحب علم. لا يا حبيبي ده يبقى السفته. مولانا القضيه مش قضيه جواز وطلاق، القضيه الحقيقيه قضيه الولد ده. العسل ده. الولد ده. العسل ده. انا السفت ده. ايوه مولانا السفت ده. الولد ده مولانا تآمر على حياتك. تآمر على حياتك. انا بشهدك اهو. تآمر على حياتك يا مولانا. يعني كنتوا عارفين ان حسن بيتآمر وبيصيع عليا مش كده؟ ايوه كنا عارفين يا مولانا بصراحه. طب ليه بقى اديته الصك بتاع الافراد يا بيتي؟ جدعانه مثلا. اتكلم اخرس. اتكلم اقول لك اخرس. انت رايح فين؟ انت هو اللي اتكلم. اخرس يا زياد. اسكت اسكت. انا اللي هتكلم. ايوه مولاي انا بس ممكن اتصل بالمساعد بتاعي هو اللي دبر الموضوع ده كله لحكمه انا ما اعرفهاش. ممكن اكلمه بس انا. اكيد عمل كده علشان يراقبه ويجمع ادله اكتر ضد منين. صح. يا نايم انت عرفت ازاي؟ لا ما انا ايه ورياض. بقول لك ايه يا مولانا، احنا هنقطع التورته دي امتى يا مولانا عشان نجوعك بصراحه يعني. صح. يا لئيم انت عرفت ازاي؟ قال اقول لي هي اسفنجيه. اسفنجيه. ايوه هي. طفيت الشمعه الواحده.
انتوا اتاخرتوا بقى. خلصتوا هيافا. اه يا مولانا خلصت يا بيه. على فكره دي مش عمتي، دي بتاعت جدي، مصروفات في عيد ميلادي. يا عيني وطبعا ده فنتوف تورطته. بس بالصدفه غريبه اجتمعنا عليها لانها خطه منطقيه. بالرغم انكم اجتمعتوا انتوا الثلاثه الا اننا لقينا ثلاث صكوك للافراد. عندكم تفسير لده؟ ثانية واحدة يا مولانا، ثانية واحدة. هنعرف بس الصكوك ده جاي منين؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة تونس. إيه ده؟ ما تقربتوش خالص. ده إيه؟ مش مصر ولا لا؟ ده غلط اللي قلت. أخوانا أنا اللي قلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان المحتسب الطليعة التجريبية. الإجابة حسبي الله ونعم الوكيل. تكلم يا مدير. تكلم يا مدير. بس يا شباب، انا لسه فكرة التنورة. التنورة ايه؟ اي وعلواني يا خضرة. يا عم الشيخ راجل واعي. بس اخرس من تهديد. انا اخيرا ربنا فتح عليا وفهمت حاجه. بسم الله ما شاء الله يا مولانا. والله فرحنا لك يا ولا، والله فرحنا لك. انا بقى من حق اتكلم انا الوزير. اخرس. كنت الوزير. انت خنت الامانه. كلكم خنتوا الامانه. ومن هنا وطالع. طالع على فين يا مولانا؟ انا عارف بقى. من هنا وطالع كلكم معزولين من مناصبكم. مره يحيى العدل، يحيى العدل تروح. يلا يا اما انت يا هند فانت سيده عظيمه تحتاجي للبهجه مش للرساء والسخريه. خزيني مفتوحالي وهديتك مني حسن. حسن اللي انت عملتي كل الده علشان مني. كفايه اننا نحس بالامان وانت جنب منينا. فعلا يا مولانا، خصوصا بعد ما خلصنا من الوزير واعوان الخوف. ومن النهارده هنبتدي عهد جديد، عهد سعيد ونصره قويه وفرحه. عهد يحكم فيه المساعد. شوف الحلاوه بقى. عمري مولانا. يلا وي. طبعا شفنا النهايه بتاعت الدكاتره، ودلوقتي مع النهايه الاخيره مع اللوحه العجيبه المثيره. المفروض ان انا دلوقتي في السجن. انا رايح السجن. انا داخل السجن اهو. هنادي 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 هنادي. انت هنادي؟ لازم يبقى في مكان واحد. هو خلاص يتغير لحد الراجل يكتب. اه 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 ربنا يجعله عامل يا مولاي. هنادي كل جيلاتي اللي في القصر علشان خاطر حضراتكم. هنادي احنا مش هنترك بقى على العيال اللي في الصناديق يا مولاي. خليهم يفتشوا، سيبيهم يتعلموا. انا احب حريات هنادي، احب كل واحد يعمل على كيفه على عينك يا تاجر. هنادي نحن لا نتستر على فساد هنادي. هنادي هنادي انا تحت امرك هنادي. طب بقول لك ايه يا كيمو، ممكن علمتين للعيال ونبدا. نفرج عن حسن يا مولاي. طبعا طبعا افرج عن حسن. حسن لازم يكون حر. كلنا نحب حريات، كلنا بشر نحب حريات هنادي. هنادي انت هنادي. مالي يا خروف. حلوة قوي هنادي. ده انت ذوقك كحلي يا نجم. هنادي هنادي اطفلي ابوابك هنادي. طب نفرج عن حسن الاول ولا ايه؟ هو انا غبي زي الدكاترة اللي قبلي. لا لا اخدي فيني حلمي. لا يقضي حسن. اصبر حسن في هذا. اقبض عليه. يقبضوا عليا فلاح خشيش فاشيش نرجيس فاشيش. انت نسيت نفسك ابو عاشور. انا عمري ما انسى نفسي. انا عارف انا مين.
وعارف ان ما حكيش حاجه للعجوز، لكن عند الجد تلاقيني اعمل اللي ما يخطرش على بالك. حطوه في التكفيصه. انا جناب والي حسن. وانا معذوره يا والي. انا السلطان يا مجانين. واحنا الشعب. لما رجالتك يعملونا فراخ يبقى البلد دي يلزمها تكفيصه. البلد دي يلزمها تكفيصه. تقلقوا مقبوض عليكم. انا ما اقولش عامل الرقاب. الناس الحلوه دي تطلع بطايقها كلها. كل العالم دي تطلع بطايقها. وقولوا لي بطايقكم. الفرقه تروح عشان تلحق النجم. تقلقوا مقبوض عليكم. القرار واقف. واقف العرض ده. كلكم مقبوض عليكم. انا ماليش دعوه. انا راضي بس هم استحلوني وعملوني واحده ست. حد شوفني. سقفوا. بقول لكم هيتقبض عليكم. مين مخرج العرض ده؟ مين مؤلفه؟ اهو. مين ده؟ ابو عجول. مين؟ ابو عجول. ايوه بيا انا ابو عجول. اقبض عليا. ما انا متعود على التهم الزمان. ياما اتقبض على ابويا وجدي وياما اتقبض على فرقه ابو عجول. والله ما تفرق معايا. المهم ان انا قلت كل اللي في نفسي. انا تحت امرك يا باشا. اقبض عليا. احنا اللي تحت امرك يا فنان كبير. طول عمرك عمنا وهتفضل عمنا. والليله علمتنا ايه نقول وازاي نقول. سقفه كبيره قوي لعمنا ابو عطور وحفله. والليله علمتنا ايه نقول
مسافة كبيرة قوي لعمنا أبو عطفور وحفلة أبو عطفور. Yeah.